يقابلها، لا تجد هشام، يلا هشام يعاودها للأمام. يا سلام يا زعبية، الهدف الأول هو عنده قصة وحكاية مع أول أغسطس الأنغولي. وين في أنغولا عندما ترشح فريق الاتحاد؟ هنا لقطات الإعادة، وهنا رفع الكرة، وهنا الارتقاء، وهنا الهدف الأول عن طريق هنا. يا سلام يا هشام، شكرا يا هشام شعبان، شكرا يا زعبية. إذن فريق الاتحاد يتقدم على أول أغسطس بضربة راسية عن طريق ابن ال 21 سنة محمد زعبية. لاحظ لقطتنا، ارتقاء بشكل جميل وحلو. إذن النتيجة تتغير وتصبح هدف مقابل لا شيء. يجب على